السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بيكم في فيديو جديد من قناة رودي أوتا. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة يوم جديد وان شاء الله النهاردة بقى هنعمل الكحك والقراقيش، وان شاء الله بإذن الله بكرة هنعمل البتشيفور والبسكوت. النهاردة صورت لكم الكحك والقراقيش وهينزل لكم الفيديو التاني ان شاء الله بتاع البسكوت والبتشيفور بكرة بإذن الله. اول حاجه بدانا يومنا زي ما احنا متعودين اهو، شغلت سوره البقره. كان عندنا النهارده فطار كده الحمد لله، ما عشان نعمل حاجه فعشان كده قلت نبدا النهارده. فهبدا كده احضر بقى الحاجات اللي ايه اللي لازماني للكحك، هحضرها الاول وبعدين نبدا ايه نشتغل. انا جبت زبده كده، الزبده دي فلاحي صفرة، فقلت ايه هسيحها وعشان عايزه اضيفها يعني على الكحك هحط من دي وهحط من السمنه العاديه على بعض عشان مش عايزه يبقى كلها ايه يعني سمنه اللي هي الصناعي. قلت احط برضو ايه سمنه ايه فلاحي عليها عشان تبقى ايه صحيه اكتر يعني. وكمان جبت كده عين الجمل بقطعه كده ايه بكسره كده قطع مش صغيره قوي يعني متوسطه عشان اقلب منه على الملبن وعلى العجميه. وكمان قلت انقي بالمره ايه السمسم، هزيته كده بالمصفى عشان لو في حاجه كده بسيطه حاجات رفيعه ولا كده، وبعد كده ايه نقيته ويبقى الحاجات دي كده جاهزه معايا. بعد بقى ما نقيت السمسم وقطعت كسرت العين الجمل حتت كده صغيره، والسمنه معايا كانت خلاص اتظبطت وسيحتها، قلت بقى ايه يعني اعجن الملبن بمعلقتين كده من الزبده واحط عليه عين الجمل عشان اعمله كور يبقى جاهز على الحشو على طول. الحاجات دي برضو بتسهل، وانتوا عارفين الملبن ايه يعني يحب ايه نقلبه كده بمعلقتين سمنه او معلقتين زبده ونحطه في الثلاجه عشان ما يلزقش في الايد، عشان واحنا بنعمل الكحك ما يبقاش بقى ملزق في ايدينا ويخلي الكحك من بره عليه ملبن، لا بنكوره كده نحطه في التلاجة يبقى ماسك نفسه كده وجامد، وايه نحط منه جوه الكحك على طول يكون ساقع. فانا كده عجنت اهو، حطيت ده تقريبا نص كيلو ملبن، حطيت عليه معلقتين من الزبدة او ممكن نحط معلقتين سمنة، وحطيت عليه العين الجمل اللي انا ايه كسرته، وحبدأ ان انا ايه اعجنه كويس واحطه في التلاجة شوية لما يمسك نفسه هبدا ايه اكوره كده على قد الكحك بقى. طبعا زي ما انتوا عايزين بقى تعملوا الكحك كبيره صغيره تحطوا الملبن على قده. قلت كمان اعمل شويه عجميه، اهي السمنه اللي انا ظبطتها وسيحتها، اخدت تقريبا 3 معالق دقيق حطيت عليهم 3 معالق من السمنه، بس انا هنا زودت شويه لان السمنه دي متسيحه، يعني لو تحطي 3 معالق من السمنه لما بتكون السمنه جامده طبعا بيبقى كميتها اكبر وهي متسيحه. يعني بنديهم كده تقليبه على النار زي البشاميل بس بنديهم لون ذهبي كده شويه مش بيبقى ابيض. وبعد كده حطيت عليه شويه عين جمل وشويه سمسم وهبدا احمصهم معاهم كده ايه يعني اديهم تقليبتين كده مع السمنه والدقيق، وبعدين بنحط العسل الابيض. بصوا هو المقدار ده تقريبا 3 معالق دقيق و3 معالق سمنه، وبنحط تقريبا كوبايه لربع من العسل تمام كده، بس تغلي غلوتين كده ونطفي عليها. برضو بتكون سايبة في الاول يعني قوامها بيكون سايل كده مش بتكون متجمدة، بس لما بتبرد او نحطها في التلاجة شوية بنلاقيها خلاص مسكت نفسها علشان ما تبقاش ناشفة بعد كده لما نحطها ايه في الكحك، فهي في الاول بيكون قوامها سايل. بس كده جدا بقى هنعمل الكحك. هنعمل 3 كيلو كحك، حطيت 3 كيلو كحك، حطيت للكيلو كوبايتين ونص سمنة عشان انا عايزة الكحك يكون ناعم. لما اجي اعمل القراقيش هقلل طبعا كميه السمنه عشان عايزاها ما تكونش ناعمه قوي، يعني الكحك يكون ناعم والقراقيش مش ناعمه قوي عشان بنشربها مع الشاي بنفطر بيها كده. فالكحك ده انا حطيت 3 كيلو دقيق، حطيت شويه ملح وشويه سكر حاجه بسيطه، وحطيت للكيلو الواحد كوبايتين ونص من السمنه. ودلوقتي ببدا ان انا ايه ابصهم كده مع بعض. بصوا بدخل السمنه في الدقيق، يا اختي ربنا يكرمها بقى جاتلي وعملت معايا، كنت انا وهي ورودينا بصراحه هي اللي بتبص كده الكحك معايا. هي يعني بصوا اهي ما شاء الله ايه شاطره بقى في العجين يعني ما شاء الله عليها. فهي ايه بصوا بسيتهولي كده وعجننا باللبن. تقريبا كيلو الدقيق برضو بياخد تقريبا كوبايه ايه كوبايه لبن تمام كده، يبقى كيلو الدقيق هياخد كوبايتين ونص من السمنه لو احنا عايزين الكحك ناعم. لو انت مش عايزاه ناعم قوي ممكن نحط كوبايتين بس سمنه. وتقريبا كيلو يعني تقريبا الكيلو دقيق بياخد كوبايه واحده من اللبن تمام. برضو ما نخليش العجينه طريه عشان يطلع الكحك ناعم. بدانا بقى نشكل. انا كنت ايه بصوا العجميه كنت عملتها كور والملبن كنت عاملاه كور كان جاهز. بصوا بناخد كده ونحط فيها على طول طبعا حسب ايه الكحكه اللي انت عايزاها، يعني عايزين الكحك كبير صغير زي ما انتوا عايزين. احنا بصراحه مش بنحبه كبير قوي يعني بنعمل حجمه ايه زي ما انتوا شايفين كده،
يعني مش صغير قوي قوي، بس يعتبر صغير، بس مش صغير قوي قوي يعني. بصوا يعني حجمه صغنونه كده، يعني قطمتين كده الكحكايه، حلو قوي. بصوا الحشوات لما بتكون جاهزه بتسهل بصراحه، وتلاقي ايديكي مش متعاصه بقى ملبن وملزقه ولا الكلام ده، لا هي الحاجه محطوطه في التلاجة وماسكه نفسها، تاخديها على طول وتحطيها. وبالذات كمان ان اليومين دول كان الجو حر، والناس يعني كانت ايه بصراحه يعني حرانه على الاخر، فالحاجه لما تتحط كده في التلاجة وتكون ساقعه كده ومرتاحه احسن عشان ما تقعدش تلزق. احنا عملنا كده ونقشت بقى، انا اللي كنت بنقش وهي اللي كانت ايه بصراحه بتحشيلي. بصوا النقشه دي جميله، اللي هي نعمل 2 أو 3 عرض وبعدين 2 أو 3 بالطول. بس انا عشان كان الكحك صغير كنت بعمل 2ات مش 3ات. بصوا يعني 2 عرض و2 طول وهكذا، بيبقى شكلها جميل في الاخر، بتبقى عامله زي الورده وشكلها حلو قوي. دي اكتر نقشه انا بحبها. في النقشه التانيه دي بقى اللي انا بعملها، اللي هي ايه بنعمل دوران كده على كل دايره الكحكه من بره كده، وبعد كده ايه نعمل في الحته اللي في النص. بس انا بصراحه بحب ايه التشكيله بتاعت شبه الورده دي اكتر. انا بس بوريكم الشكلين يعني، حتى تلاقوني عامله معظمها اللي هي شكل الورده دي، اللي هي بنعمل 2 أو 3 بالعرض وبعدين 2 أو 3 بالطول حسب بقى حجم الكحكايه. يعني الكحكايه دي صغيره فانا كنت عامله ايه 2ات بس. بس كده حشينا كمان الملبن ونقشناه. بصوا خلاص كده تمام. بعد كده بقى عملنا شويه مفتوح، يعني المفتوح بقى بنبقى عاملينه فاضي مش بنبقى حشينه. بصوا دي العجميه كمان وهي الملبن وهو متشكل، والعجميه وهي ايه معمول. بصوا بقى الحبه المفتوحين اللي احنا عملناهم دول فاضيين، بنجيب برضو العجينه نبرمها وبنعملها دايره وننقشها. بس الفاضي ده بيكون روعه، حلو جدا. انا عن نفسي بحب الكحك الفاضي، انا وماما بنحب الكحك الفاضي. عملنا بقى اللي احنا حاشينه بقى عجميه وملبن، ده للناس اللي بتحب بالحشو اهو. ده بصوا شكله بقى بعد ما طلع، بسم الله ما شاء الله ناعم وجميل ويدوب كده دوب. ده بس ايه احنا كده ايه سيبناه بقى يبرد خالص، وعبيته بقى ايه في الصفايح وقفلت عليه تمام. ووقت بقى ما نيجي عشان ناكل منه هنحط عليه السكر، يعني الكحك الناعم ده احنا هناكله بالسكر. بصوا شكله ما شاء الله جميل، بصوا المفتوحه والمقفوله الاتنين في يعني روعه. بس بعد كده بقى ايه جينا نعمل ايه القراقيش دول، 5 كيلو دقيق برضو انا بعمل انا وماما، يعني الكحك ده انا وماما والقراقيش انا وماما. دول 5 كيلو دقيق عليهم شوية ملح وشوية سكر وشوية سمسم، حلوين كده محترمين. وبعد كده هنحط على الكيلو دقيق 1.5 كوباية من السمنة، عشان احنا مش عايزين القراقيش تبقى ناعمة قوي، القراقيش عايزينها كده ايه تبقى حلوة يعني عشان تتشرب مع الشاي نفطر بيها كده، ما تبقاش ناعمة قوي. الكحك بنعمه عشان بناكله بالسكر، رش عليه سكر كده يبقى جميل، لكن القراقيش لا. فاحنا حاطين يعني بصوا بقى الفرق، انا عامله كيلو الكحك بتاع الكحك، كيلو الكحك حط عليه 2.5 كوباية سمنه، وكيلو القراقيش حط عليه 1.5 كوباية بس سمنه، تمام. برضو بنفس الطريقه زي ما عجنا الكحك، حطينا اهو السمنه على الدقيق، هنبسها برضو كويس قوي، دخل السمنه في الدقيق وبعد كده هنعجنها برضو باللبن، تمام. هي نفس طريقة الكحك تقريبا، بس بيختلف ايه ان السمنة بتكون اقل في القراقيش عشان تبقى ايه يعني ناشفة شوية، ما تبقاش ناعمة قوي. اهو برضو رودينا بقى واختي بقى ورودينا هما اللي كانوا ايه شغالين مع بعض قصاد بعض، الاتنين بيبسوا السمنة في الدقيق بتاع القراقيش. كانت برضو القراقيش طلعت جميلة قوي، هتشوفوها طالعة معتدلة حلوة قوي، لا ناعمة ولا ناشفة، مش ناشفة على فكرة خالص، يعني 1.5 كيلو سمنة هي مش ناشفة، هي معتدلة حلوة، تاكليش حاجة تحس ان هي لا تقيلة كلها سمنة، معتدلة. هتشوفوها دلوقتي معايا لما تخلص. برضو بصوا هما قعدوا كده يبصوا طبعا السمنة في الدقيق عشان طبعا الكمية دي اكبر، فكانوا هما الاتنين شغالين قصاد بعض كده زي ما انتوا شايفين. والسمسم كمان بنحط طبعا زي ما انت عايزه بقى، عايزه تكتري سمسم، عايزه تقللي، بس هو السمسم بيبقى جميل، بيدي كده قرشه حلو قوي. يعني حاطه برده سمسم في الكحك، وحطينا برده سمسم في القراقيش، تمام كده. هما كده بسوها وعجنوها كده باللبن وتمام كده خلاص اتظبطت. بتاخد لبن زي ما تحس ان هي بقى في ايدك تبقى حلوه، برده ما تطراش عشان لو هي طريه قوي هتلاقيها وهي بتتعوج منك وانت بتشكليها، لا القراقيش تبقى برده ناشفه، يعني العجينه بتاعتها ما تكونش طريه عشان لما تقطعيها. بصي هما كده بيبرموا اهو وهيقطعوها، هتلاقي بصي القرقوشه واقفه مظبوطه مش بتتعوج يمين وشمال واحنا بنشيلها. هو كده اخدوا كده العجينه بيملكوها كويس قوي وبيبرموها. بصي دي كل واحد ماسك حته كده، انا صراحه كنت بخبز عليهم، يعني انا كده الكحك في الوقت ده كان خلاص خمر وكنت دخلته كمان الفرن
وهم بصوا دلوقتي بيقطعوا القراقيش برضو بعد ما الكحك خلص، دخلنا القراقيش. الجو كان حر قوي والحاجة ما بتاخدش وقت يعني. يعني انا الثلاثة كيلو كحك كنت حاطه لهم باكو خميرة، والخمسة كيلو قراقيش دول حطيت لهم باكوين، تمام. وطبعا الخميرة الفورية انتوا عارفين ما بتاخدش وقت، على ما الحاجة تتقطع وترتاح خلاص كده نخبزها عشان الجو برضو كان ايه بدأ يحر. بصوا بقى شكل القراقيش ما شاء الله، بصوا واقفة ازاي مظبوطة. لو طريتي العجينة عن كده هتلاقيها ان هي بتتعوج منك وانت بتشيليها، هتبقى مش حلوة، لكن العجينة تكون يابسة كده وتكون حلوة، تمام. بصوا هو كده ايه زي ما انتوا شايفين شكلها كده ما شاء الله، تمام. بعد كده خلاص بقى كان الفرن زي ما قلت لكم كده والع بعد الكحك، دخلت القراقيش على طول وخبزتها. بصوا شكلها ما شاء الله عامله ازاي، جميله جدا، مظبوطه معتدله، لا هي ناعمه قوي ولا هي ناشفه، جميله مع الشاي بقى والفطار. بصوا شكلها، بصوا سواها ومن فوق ومن تحت، هنحب نسوي الحاجه كويس بصراحه عشان لما تقعد لا تبقى جميله. بس كده خلصنا الكميه كلها، والله العظيم ما خدوش وقت، كانوا خفاف ومفيش يعني ما شاء الله الحاجه طلعت جميله زي الفل. استنونا بقى في الفيديو الجاي ان شاء الله هنعمل مع بعض البسكوت والبيتشي فور، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.